سبتيني ودخلت تنامي. انا حاولت انام بشتى الوسائل مفيش فايدة، حالة ارق فظيعة. فقلت اكلمك تيجي نقعد ولو قدرتش. حتى انا عن نفسي ما صدقت انك تكلمني، لان انا كمان نفسي اتكلم معاك قوي. ليلى ارجو تصدقيني لما اقولك انك في الشويه اللي غبت عني في يوم دول وحشتيني بجد. ويا ريت انت كمان تصدقني، انت بجد وحشتني.